saxaabigii ugu horeeyay ee gacanta geliyay nabiga naxariistii nabadgelyo korkiisa ahaatee habeenkii beecadii caqaba ee labaad waxa uu ahaa ba dalxa ibnu cubaydillaah ta jaabir bin cabdillaah xa albaraa bin macruur ama waa ja oo ah sacad bin nabi waqaas shan ilbiriqsi iyo jawaabta بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبو بكر محمد يلحو إن شاء الله تعالى حنو قادنا هنا قيبتا السقالة إيا لباتنات برنامج كني أقوان تقود سؤاله إنو وحيكا كوبنان دونان تبان سؤالات وحينو كبلا بدونا سؤال شاء الله بقول لباتن إيا كو وحي أدعي دون تهاتي داني استسعتا سؤاله إنو قد أهان إلا تون سؤالات بين نقن دونانو لابا بقول يصد دون أيهينو كسيم دونا سؤاله قاب كيو ديرسين وقاب مركا إناد أدقو مركا هوري آت الجابسو ديتنا جواب تسح تاعه نوينو أركي دونا إن شاء الله مركا سؤاشا يا وحو دعسا خالد ابن الوليد رضي الله عنه وحو كو أسن يهي أم كدوغا يهي دالك خالد من الوليد عو كو أسن يهي أم كدوغا يهي ودن كاما دالك با مصر تا عراق حا خضر أما جاء أو أه سوريا مركا اسكت داي وحان كسين يا شن سكين سؤال كستانا وحيران دون تا شن سكين أو اسكت داي أه كدب نجواب تسح دا أه أي نسألك دونا إن شاء الله تعالى داشا جواب تدو حان قرن ساوا سوريا أو قالت إن الوليد وحكو أسين يا هاي دالكا سوريا سؤال شال لباب بخل لباتن يا لبات وحيو دعي سا سيداني سسعطة عاسمة دا ودن كا اندونيسيا و عاسمة دا ودن كا مدل كان اندونيسيا و با جاكارتا تا كابول تحا و تهران اما واجا او اه ريال الدبا شن البرخسي ايو جوابتا جواب توا جاكارتا عاصمة دا ودنك إندونيسيا سؤاشا لابا بقول لاباتن إيا سدحات أيا وحايو لعيسا سداني ساسعتا أميركي مؤمنين تا عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وحادي لي من كيدي لي أميركي مؤمنين تا عمر ابن الخطاب وحوها با أبو لؤلو المجوسي تا عبد الرحمن بن ملجم حا متنا أما واجه أو عبد الله ابن أبي ابن سلول شن البرخسي إيو اسكو ديوان جواب تسحطة إيو أبو لؤلو المجوسي سأشا لابا بقول لواتن يافراد أيا أه سيداني سو سعطة تكمد عالير وحاي كتالا أما أي كتير سنتهاي قبولك با مدوك تا شابيلا دا دحا حا قل قدود جا هيران شن البرخسي ايو اسكن دايوان جواب توا قل قدود سعشا اللبا بقول لواتن يشانات ايا اودا عيسا سيداني ساسعوتا تيرادا ايدها سورادا الرحمن و تيرادا أيدها سورة دا أما سورة الرحمن و با سديتني تدبا آيادات تا تدباتني سديت آيادات حا استغاشن آيادات أما واجا أو أهلحدن إيو تدبا آيادات شن البرخسي إيو اسكو دايوعان جوابتا سحدا أيوة تدباتن يسديت آيادات سأشا لبا بقول لباتن إلحاد أيا أودايسا سيداني سوسعوتا ماغال مدح دا قبل كباريوا عاسبان دا ماغال مدح دا قبل كباريوا با بوساسو تا هرقيسا حا بورما أما واجا أو أهبورعو شن البرخسي إيو جواب وعن جوابتو وبصاصو
su-aasha 227-aad ayaa waxay u dhacaysaa sida isoo socota dalka Masar. Masaajidkii ugu horreeyay waxaa ka dhisay saxaabiga. Saxaabigii dalka Masar ka dhisay masaajidkii ugu horreeyay waxa uu ahaa Ba Muawiya bin Abi Sufyan, Ta Abdullahi bin Mas'ud, Xa Abdulmalik bin Marwan, ama Cha oo ah Camar ibn al-As. Shan il-Biriqsi iyo jawaabta. Jawaabta saxda ahi waa Camar ibn al-As. Su'aasha 228-aad ayaynu eegaynaa waxay u dhacaysaa sidan soo socota. Saxaabigii ugu horreeyay ee gacanta geliyay nabiga naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee habeenkii baycadii Caqaba ee labaad waxa uu ahaa Ba Dalxa ibn Cubaydillaah, Ta Jaabir bin Cabdillaah, Xa Albaraa bin Macruur, ama waa Ja oo ah Sacad bin Nabi Waqaas. Shan il-Biriqsi iyo jawaabta. Haddaba jawaabta saxda ahi waa Albaraa bin Macruur. Su'aasha 229-aad ayaynu eegi doonaaye waxay u dhacaysaa sidan soo socota. Dowladdii Cabaasiyiinta waxa ay jirtay, yacni dowladdii Cabaasiyiinta muddo waxa ay jirtay la'eg Ba 500 sano, Ta 380 sano, Xa 410 sano, ama Ja oo ah 400 sano. Shan il-Biriqsi iyo jawaabta. Haddaba jawaabta saxda ahi waa 400 sano. Su'aasha ugu dambeysa ahna su'aasha 230-aad ayaa u dhacaysa sida tani. Geelu marka uu dhalo, maalmaha ugu horreysa caanaha laga liso ama caanaha laga maalo waxaa loo yaqaanaa geela lo'da ama ariga. Marka ugu horreyso oo ay dhalaan, caanaha laga liso intaynan muddo joogin ka hor, caanahaasi waxaa loo yaqaanaa Ba Dhaay, Ta Dambar, Xa Garoor, ama waa Ja oo ah Suusac. Shan il-Biriqsi iyo jawaabta. Haddaba jawaabta saxda ahi waa Dambar. Su'aalahayni maanta qaybta 29-aad kuna sinaa 230 halka ay ku yihiin, waa inoo qaybaha xiga insha allah. Wabillahi tawfiq. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.